نحن تقدمنا لدولة رئيس الحكومة ببعض التخفيضات على بعض الأمور اللي هي بالأصل عليها رسم جمركي عالي 35%، على سبيل المثال للحصر. بعد أنواع الأجبان طلبنا بتخفيضة لتصنف لكجيريس لتستورد من الخارج. نحن هلأ على أبواب الميلاد ومنعرف هذا موضوع كمان دقيق ويستخدم بالعديد من المناسبات. طلبنا تخفيض الرسم الجمركي من 35% ل 5%. المعلبات كلها ست منى بالبلد تخضع لرسم جمركي 35%، يعني لما تقولي معلبات الذرة الفطور وهلم جر هيد كلها يتع 35%. طلبنا نحن بكتابنا لرئاسة الحكومة تكون 5%. يعني نحن اليوم مش بس عم نجي نقول هوديك المعفيين منا نقضيها كمان معفيين، ويجبنا نراقب أنه التجار ما يستغلوا الدولار الجمركي ويطلعوا فيه. بنفس الوقت اقترحنا اليوم على دولة رئيس الحكومة بعض السلع كمان يتم تخفيض الرسم الجمركي.